I can't stop. I'll just do this one last one. Enjoy the rest of the concert. زين جماعة عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن فيلم تريك. الفيلم بيحكي عن كوبر اللي بياخد بنته عشان يحضروا حفله ليدي ريفن، وبيكتشف بعد كده ان الحفله دي كلها عباره عن فك عشان يقدروا يمسكوا بسيريال كيلر اسمه ذا بوتشر، وبنعرف ان هو نفسه ذا بوتشر. ودي مش حرق ولا حاجه، لا هي دي اصلا كانت ظاهره في التريلر، وكمان دي ظهرت في الفيلم في اول 10 دقايق بالظبط. الفيلم تاليف واخراج ام نايت شاملا. انا طبعا بحب ام نايت شاملا، الافلام الحلوه ليه اكتر من الافلام الوحشه، بس برضو اي فيلم ادخله ليه بكون متردد شويه، عارف مبقاش متحمس او لان هو افلامه هيت اور مس، مره يبقى فيلم حلو مره فيلم مش قد كده، بس دايما افلامه تبقى فيها فكره حلوه. واكتر حاجه كانت قلقان انا شخصيا ان الفيلم ده يقارنه باولد ويبقى اولد احسن منه. اولد اخر فيلم انا شفته ام نايت شاملا، والفيلم ده ما عجبنيش قوي، فدي اول اجابه بالنسبه لي، الفيلم ده احسن من اولد. والفيلم بقى نفسه هل فيلم حلو؟ الفيلم يعتبر كويس، بس عشان يعني نتكلم بقى في تفاصيل اكتر، لان هو الفيلم عباره عن نصين بالظبط، النص الاول والنص الثاني. النص الاول النص العادي اللي انت شفته في التريلر بالظبط، اللي هي يعتبر هو قصه الفيلم اساسا، الاب وبنته في الحفله، وان هو بيحاول يلاقي طريقه يهرب بيها من الحفله دي، وفي نفس الوقت ما بنته ما تكتشفش اي حاجه عنه، فان هو يعرف يخرج بامان ويخرج من الفك ده. فالنص الاول كله عباره عن لعبه قط وفن ما بينه هو الاب والبوليس، وفي نفس الوقت محاصرين في مكان الحفله نفسه. والنص ده كان بيتنفس بشكل حلو جدا، مش هقول لك اللي هو التحفه الفنيه اللي ما حصلتش، بس كان بيتنفس بشكل حلو. الحفله نفسها التصوير بتاعها كان رهيب، الاخراج عموما في النص الاول كان حلو جدا، لان انت بتشوف الحفله كلها متبيقوا فيه بتاع الاب او حتى بنته، فانت تحس ان انت كانك جوه الحدث فعلا. الحفله كان صار حلو، المكان نفسه السسبنس في الحته دي، لعبه قط والفار لذيذه، طبعا ما لهاش علاقه بالمنطق يعني. طبعا نوعيه الافلام لازم يبقى الشرط اغبياء شويتين عشان خاطر البطل الرئيسي يعرف يوصل اللي هو عايز يوصل له، يعني ده العادي في الافلام اللي من النوع دي يعني. بس عموما كانت نفس بشكل حلو، وطبعا جيش هارتنت كان عامل دور حلو جدا جدا. واللي برده كان من الحاجات الحلوه في النص الاول ان هو خد وقته وما كانش ممل، يعني انا اتفاجئت ان الفيلم في البدايه خالص خد وقت اصلا عشان نعرف ان هو ده السيريال كيلر، وان الحفله دي كلها عباره عن فخ، وان وتحس الفيلم في الاول كان بيبني للشخصيه دي للكاركتر دي وعلاقته ببنته والكلام ده، كانت حاجه كويسه ومخليك تساعد ان انت تدافع عنه اكتر، وانت عايزه يهرب ويحقق اللي هو عايزه، مع ان انت عارف ان ده الفيلم في الاخر. بس هم عرفوا يبنوا حبه حلوين قوي في الاول، ان انت تلاقي الكاركتر ده انت حابب الشخصيه دي. واصلا هي دي صوت الفكره بتاعت الفيلم، مش ان الفيلم بيتكلم على سيريال كيلر، بس الفكره ان السيريال كيلر ده شخص ليه حياه، مش شخص مريب، مش شخص بالعكس شخص تشوفه ما تشكش فيه اصلا، هو ده نقطه ذكائه، ده اللي مخليه عارف يهرب باللي بيعمله دايما. وكل ده طبعا كان بيساعد ان النص الاول يبقى حلو جدا، لان هو في الاخر هو فيلم سسبنس، قصه مباشره جدا، كان الفكره فيه هي فكره الفيلم، وهو كان فعلا النص الاول كله هو فيلم كوميرشال بحت، بس معهم شكل فيلم سسبنس، قصه تشويق مباشره جدا، فيلم ستيت فورد ما فيهوش توستات، ما فيهوش فزلكه من الاخر يعني. ويمكن دي الحاجه اللي كانت مفهوم غلط مع الفيلم ده من قبل ما ينزل، لان عشان ان نايت شاملان في ناس كتير كانت فاكره ان الفيلم فيه تويست وقصه معقده وبتاع، لا بالعكس الفيلم كان فيلم مسلي جدا، فيلم بوب كورن بحت ما فيهوش اي حاجه معقده، هو كان معتمدين على فكره، والفكره هي طلعت الاحداث اللي حصلت في القصه. وبرده الحاجات الحلوه في النص ده ان انا حسيت ان بتفرج على فيلم سسبنس من ستايل الافلام القديمه الحلوه، مش فيلم بقى فيه سكيل كبير وقصه معقده والكلام ده، لا فيلم مسلي لذيذ، حاجات كده ما بتشوفهاش كتير قوي في الفتره دي. وفعلا وانا بتفرج انا عمال انا حاسس فعلا ده فيلم مدي على ستايل افلام الثمانينات التسعينات، افلام سسبنس البسيطه بتاعت زمان دي، بس مش قادر افتكر، مش قادر افتكر مثال معين، بس فعلا يعني انا حسيت بالاحساس ده. وكل ده كان ماشي بشكل كويس لحد ما جينا النص الثاني. هو النص الثاني اللي كان فيه المشكله كلها في الفيلم. النص الثاني فجاه هم قرروا يسيبوا في الحفله، يطلعوا بره المكان ده اصلا، تحس كده فجاه ان الفيلم فقد جزء من السسبنس بتاعه. في نفس الوقت ده النص اللي ظهر فيه دور كبير لسليكا بنت ام نايت شاملان اللي هي بتلعب دور ريدي ليفن في الفيلم، ومع اني ما كنتش مقتنع قوي بتمثيل في الفيلم، بس لما عرفت ان ده اول دور ليها كتمثيل اصلا مطربه، وهو برضو جزء من اسباب عمل الفيلم ده هو يعتبر دعايه ليها كمطربه، فبالنسبه ان ده اول دور تمثيلي ليها فهو كان تمثيل يعتبر حلو بالنسبه لاول دور، خصوصا ان دورها كبير في النص الثاني. بس نرجع بقى كده للنص الثاني، زي ما قلت هو ده اللي بيخرجوا فيه من الحفله، وده اللي بتحس ان الموضوع بيبدا يتعقد فيه اكتر، ويبدا بقى الحاجات الغير منطقيه تزيد اكتر واكتر، وتلاقي الفيلم مطول بزياده، الفيلم ده ساعتين وربع، الفيلم كان ممكن جدا جدا يبقى ساعه ونص، في على الاقل ربع ساعه ممكن تتشال من الفيلم ده ولا كانت هتاثر. تطويل هيمسكوه هيهرب، نفتكر ان هم خلاص عرفوا يقدروا يوصلوا له يهرب تاني، كل ده عشان في الاخر تحس ان في
حته كده في النص، النص التاني يعني، حصلت كانت ممكن ما تحصلش، ما كانتش هتفرق في اي حاجه في القصه. مش عايز اقول برضو ان النص التاني كان وحش ولا حاجه، هو كان حلو، بس ده اللي حصل فيه سنه الهبوط شويه بالنسبه للفيلم يعني. بس بعد كل ده برضو هو ده فعلا النص اللي انا حسيت فيه انا بتفرج على فيلم ابن الشمال. حاجه واحده تقدر تقولها على اي فيلم ابن الشمال، ان ده واحد لما بيجي يعمل افلام هو عنده رؤيه في افلامه، هو لما بيعمل فيلم ليه حلو بقى وحش مش مهم اي حاجه، هو عنده فيجن في الفيلم بتاعه، عنده فكره وبينفذها بطريقته وبينهي الفيلم بمزاجه، ما بينهوش بطريقه تقليديه، هو هيعمل حاجه بمزاجه. مع ان الفيلم نفسه ما يعتبرش يعني اللي حصل في الفيلم نفسه ما يعتبرش انت شفتوش قبل كده، بس التنفيذ بتاعه يعني ان هم كانوا في كونسرت وبعد كده يعني انت تفتكر بقى يبقى الفيلم كله خلاص عباره عن مكان الحفله وخلاص، هتبقى لعبه اوضه فار بين البطل الرئيسي او الفيلن والشرطه في نفس المكان ده. لا، هم طلعوا بره الحفله وراحوا في اماكن ثانيه والفيلم تحسه خد اتجاه ثاني يعني. فجاه في النص لو تحس فيلم كان خلاص فيلم سسبنس ولعبه القطه والفار، ناس محبوسين في مكان وبيحاول البطل بيحاول يهرب من المكان ده، بس التويست ان البطل هو الفيلن. في النص الثاني لوهله كده تحس انه كان هيدخل فجاه على فيلم سلاشر، حتى تحس ان ليدي ريفن اللي هي سليكه اللي مديمنا شمال نفسها حسها زي ما تكون هي الفاينل جيرل في الافلام دي نوعا ما برضه، بس يعني فاهم مش بالظبط كده. جيت في الاخر خالص الفيلم خالص دخل بقى فول مود بقى خلاص فيلم سيريال كيلر مباشر. اللفه دي الاتجاهات دي رابط ما بين كل الاتجاهات دي مع بعض كانت معموله بشكل اللي هو مش اي حد يعملها، عارف مش اي حد هياخد الكونسبت ده وهيحوله ويطلع منه من مكان الحفله يطلع في اتجاهات تانية ويروح ويجي ويوصل للنهايه اللي وصلها دي في الاخر. وده بقى يعني عارف حلو ووحش يعني، هي اراء بقى يعني. زي ما قلت هو ده النص اللي انت فعلا بتتفرج فيه، النص التاني هو ده اللي انا حسيت ان انا بتفرج فيه على فيلم لانه ناكش عملا بمميزاته وبعيوبه. انت رحت في اتجاهات تانية، بس طبعا المنطق باص خالص، السسبنس بتاع الفيلم قل، بس مقدرش انكر ان بالنسبه لي على الاقل المتعه كانت لسه موجوده. وانا بالنسبه لي نهايه الفيلم مشهد النهايه نفسه عجبني جدا، مع ان هو في ناس كتير ما عجبهاش النهايه دي، بس مش عارف انا دخل دماغي حسيتها برده لايقه مع القصه. بس في الاخر دي مش تويست يعني، دي مش مفاجاه، هو ده دي الفكره اصلا. هو الفيلم ده ما يعتبرش فيه تويستات خالص، فيلم كوميرشال بحت. حتى النص الثاني بكل انا قلت ده هو ما دخلش في مواضيع عميقه، هو في الاخر هو فيلم كوميرشال برضو. هي الفكره في اللفه نفسها جت ازاي، ومع ان هو الفيلم ما فيهوش رسائل او حاجه، بس انت ممكن تتفزلك شويه برضو. عارف الناس بقى اللي بتحب تحلل افلام ولازم تتفرج على حاجه فيها رساله، انا ساعات بعمل الحركه دي، بس بقى ما نجيش ان انا كنت بتسلى، بس يعني انا حبيت برضو اطلع اقول الفيلم بيطلع رساله وبتاع. فممكن تقول نوعا ما ان رساله الفيلم خد بالك من اي حد قدامك، الشر ممكن يبقى موجود في اي حد وانت ما تلاحظوش خالص ولا تاخد بالك منه. البطل قوته نفسها مش في ذكائه حتى في تخطيطه، لا هي قوته في طبيعته، في ان قد ايه هو بيتعامل بشكل طبيعي، في ان قد ايه انت فعلا ما تشكش فيه نهائي ويطلع في الاخر وراه كل ده. فتحس كده كانه بيديك لمحه عن الشر المختفي، الشر المتنكر في شخص كويس. وبتلاحظ ده برضه على مدار الفيلم نفسه يعني، انت على مدار الفيلم كله انت فعلا عايز الشخص ان هو يقدر يوصل او يهرب من المكان ده، حتى سواء في النص الاول او في النص الثاني، عشان اداك في الاول خالص ده اللي كنت بقوله الفتره اللي خدوا فيها في الاول هو عشان يوريك الشخص ده بيتعامل ازاي، علاقته ببنته ان هو في الاخر راجل عيله بيحب عيلته بيحب بنته بالذات. وبالرغم ان انت شفت الحاجات اللي هو بيعملها وان هو عايز يعمل ايه وايه الخطه بتاعته، بس انت في كده حته برضه من جواك وهي دي اللعبه عليها في الفيلم، انت بتروت ليه ان هو يهرب. هو يمكن نص التاني الموضوع بدا يقل شويه عشان هم جابوا لك بقى خلاص ليدي ريفن لما صارت خلاص دي بقت بقى ليها دور يعني، خلاص دي بقت الشخص ده الجود جاي اللي في الفيلم، دي البطله، ده الشخص الكويس في الفيلم. هو في الاخر اصلا عندك الشخص الطيب والشخص اللي هو الفيلم، بس برضه ما تقدرش تنكر وانت بتتفرج حتى في النص التاني حتى على زورا انت عندك فيه، وانا بتفرج انا كنت عايز يهرب مش عارف في سنه كده معينه. ويمكن ده في الاخر يكون كله عباره عن تمثيل، لان هو فعلا جيش هارتنت كان عامل الدور حلو جدا، وعلى فكره هو ده اللي مخلي الفيلم حلو يعني، هو لولا الفيلم ده كان هيفقد جزء كبير جدا من اللي مخليه ممتع. سيبك بقى من الاخراج، سيبك بقى من كل حاجه، اخراج القصه الفكره السسبنس فكره انت فيلم كوميرشال، جوش هارنت هو اللي شال الفيلم، لولا الفيلم كان هيقل قوي. بس زي ما قلت يعني هو الفيلم مش شرط يكون بيحاول يقول كده يعني، زي ما قلت هو في الاخر فيلم كوميرشال فما تركزش في الرساله. هو فيلم سسبنس لذيذ بس فيه شويه حاجات معموله حلو ما بين الاخراج والفكره واللفه اللي عملوها، وعلى فكره التمثيل كان حلو في معظم الاوقات يعني. سيبك بقى برده كمان مش شرط بس، لا يعني بنته مثلا اللي هي طالعه في دور بسيط جدا انا حسيت ان دورها كان حلو يعني، مع انها في الاخر دي طالعه يعني هي وجودها مهم، بس هي كتمثيل مش محتاجين مثلا ممكن اجيب واحده ممثله كويس، انما لا يعني فعلا كانت واحده تمثيلها كويس، حسيت بكيمستري ما بينها وما بين البطل، عارف لو فعلا ادب وبنته. وزي ما قلت برده باقي الممثلين كانوا كويسين، وبرده يعني هحط بقى حته الاخراج الكادر التصوير الساوند تراك كان عامل دور حلو جدا، وفي مشاهد معينه كانت فعلا حلوه قوي في الفيلم ده في السينما بسبب الصوت، الساوند افكتس كانت معموله بشكل حلو قوي، حاجات التركات اللي الفيلم سسبنس محتاجها، فالحاجات دي كانت معموله بشكل حلو. ويعني في الاخر
هو فيلم ممتع لذيذ، بس مش فيلم اقدر ارشحه لاي حد، لان هو الفيلم عليه جدال، الناس عاجباها الفيلم عشان هو فيلم مسلي وبتاع، ناس شايفين فيلم ما فيهوش منطق، قصه غريبه وبتاع، واللي تحس ان الاثنين صح، عارف ان دي ده مش من نوعيه الفيلم انت مثلا تيجي تتفرج عليه وحد ما يعجبوش تقوم تقول لا ده الفيلم ده مش ليك، ده الفيلم ده عشان مثلا الفيلم محتاج تركيز، او اللي هو مثلا فيلم ستايل ومش يستلك، او فيلم غير الذوق العام او كده يعني، لا خالص يعني. انت ممكن تكون داخل تتفرج على الفيلم ده وانت فعلا عايز تتفرج على فيلم، تكون مش الفيلم تتسلى فيه وخلاص، برضه تطلع تقول الفيلم ده مش حلو. وهو السبب الرئيسي هو الفرق ما بين النصين الاول والثاني والحاجات اللي بتحصل في النص الثاني. بس اول ان اول اي هاد فن، وحد الفيلم ده 7/10. ولو انت من محبين ام نايت شاملان انا ارشح الفيلم ده، لان جرب يعني عارف جرب وشوف، ان هو اي حد بيحب المخرج ده عارف ان انت ما بتتفرج على عمل ايه، انت بتدخل انت وحظك، ان هو نفسه عمله مره تنجح مره تصيب ومره تخيب، فيلم بيبقى حلو وفيلم مش قد كده. وبس كده كان ممكن على فيلم تراب. لو شفتوا فيلم ولا لسه شفتوه اكتبوا في الكومنتات، لو ما شفتوش روح شوفوه واكتبوا في الكومنتات، ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا الجرس عشان كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.